بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد في السماء وعشيا وحين تظهرون. وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
وهو الذي يبدأ الخلق
وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله.